عقدت في القاهرة أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة برلمانية كويتية. وناقشت الجلسة مجمل التطورات والقضايا العربية، كما بحثت تطورات الأزمتين اليمنية والليبية وآخر التطورات في المشهد العربي، فضلا عن مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك. بمشاركة الكويت، عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، بحضور الدكتور محمد الحويلة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي. دائما الكويت حاضرة في المحافل الدولية والمحافل الإقليمية، والكويت عنصر فاعل في المنظومة العربية، وكذلك هناك تواصل مستمر مع جميع الأقطار العربية ومع البرلمانات الوطنية في عالمنا العربي. وكما قلت أن الكويت تحرص بما يخدم الأشقاء، بما يوحد الكلمة، بما يجعل العمل العربي المشترك يعززه، نذهب من العمل الثنائي إلى العمل المشترك ومن ثم التكامل. ناقشت الجلسة الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها الأمة العربية في الوقت الراهن، والتطورات الأمنية والسياسية على الصعيدين الداخلي والخارجي. تم استعراض بنود جدول الأعمال، ومنها المصادقة على تقارير اللجان، وبصفتنا رئيسا لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، هناك عدة قوانين استرشادية تعكف اللجنة دراستها، منها القانون الخاص بطائرات الدرونز التي أصبحت تهدد دول المنطقة في الخليج. جلسة اليوم أكدت على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية وتعزيز التضامن العربي لخدمة المصالح العليا للشعوب العربية. حول طاولة اجتماعات أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تم مناقشة أبرز وأهم القضايا والمستجدات على الساحة العربية والتي تحرص الكويت دائما على متابعتها ودعمها، كالقضية الفلسطينية، فضلا عن دعواتها المستمرة لوحدة الصف وتعزيز العمل العربي المشترك. من مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة، أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت.